نخش بعد كده على أهم حاجة عندنا، بنتكلم على الدراجات. طلع قرار وإحنا من سنوات، أنا في 2016 2017 2018 كل ما أسافر بره أصور وروح أمستردام. أمستردام كانت بتستخدم درجات زينا أو يمكن أزيد شوية، لكن عملوا مشروع تقريبا 2015 2016 النرويج كده 2016 زي المشروع بتاعنا. هنشوف لقاء هناك بس ليها بعض الشروط، في اشاره مرور للدرجات عشان هو في المشايه، وعندنا في بعض المدن شفت ده في الشيخ زايد ومصوره في الشروق في المدن الجديده معمول ده. انا افتكر في 2011 2012 رحت الفيوم قابلت المحافظ قال لي في منحه من الاتحاد الاوروبي اللي احنا نعمل طرق للدرجات في التوقيت ده، طبعا ما تمتش. اذا هذه الفكره قائمه من زمان لكن عاوزه اراده. الاراده ظهرت وهتطبق في خلال شهر، واحسن حاجه انك تبدا بالجامعات مهما كانت. واقول لكم على حاجه، كل المصانع الكبيره زي مثلا غزل المحله، كفر الدوار، جود بتاع بلبيس في الشرقيه، العمال كانت تروح الصبح تلاقي 5000 دراجه والساعه 5 5000 دراجه. المنظر ده مش جديد علينا، المنظر ده هيحميك من التوك توك، هيحميك من كل الامراض، هيحميك من الفلوس والمصروف وحاجات كتيره. من ضمن الحاجات اللي احنا جايبينها كمان متحدي الاعاقه لازم يبقى ليهم نصيب. نشوف لقائي وانا في امستردام من سنتين بقدم ده وبنادي بده وبشكر رئيس الدوله، وزاره الشباب، الانتاج الحربي، المصانع الحربيه، كل اللي هيساهم انه ده يطلع للنور بالتقسيط، وكمان ممكن نستثمره. انت عندك الاف الكباري بتبنى ولا عشرات الكباري بتبنى دلوقتي، ليه ما عملش تحتيها خدمات من ضمنها وشغل فيها الشباب مكان عشان الدراجات ويبقى فيه قفل او طريقه معينه زي موجود في اوروبا؟ ليه لا؟ تعالوا نشوف واكمل معاكم. الدنيا بتديلي الهبيش ويا عيني علينا يا حرافيش، نشقى عشان حبة ملاطيش ما يكفوش العيش والشاي. دي من الحاجات الحلوة الجميلة في هولندا، الناس كلها بتركب عجل. بص ورايا هنا بدل الدور واحد دورين، وهنا انا واقف في المسار بتاع العجل اهو، ده الطريق والاشارة دي بتاعت عجل. وبصوا حتى الست الجميلة دي واللي جاية هنا اهو، كل الحياة هنا. انا بس عشان ايه ماشي بالخط بتاعهم اهو. دورين نتكلم ارتفاع اسعار المواصلات والبنزين غالي رخص، طب ما نستخدم العجل. هيقول لك مفيش مكان، لا بره القاهره فيه، لكن الصوره دي بالكم ده والناس تروح المدارس المصنع العمل المتجر تجيب كل حاجه، كل الاعمار ستات رجاله، هي دي الصوره اللي نفسي اشوفها في مصر. هتفرق معانا صحيا ونفسيا واقتصاديا رياضيا جسمانيا، قول زي ما انت عايز. نفسي اشوف ده عندنا في مصر، يتعمل إشارة مرور زي دي للعجل، يتعمل طريق للعجل، كل ده مخصص إن الناس تركب العجل. رئيس الدولة بيعمل كده وعملها أكتر من مرة عشان إحنا ناخد الصورة دي، المسؤول يعملها، نشوفها في الجيزة، في القاهرة، في القليوبية، في اسكندرية، كل محافظات مصر. طبعا في المدن الجديدة كلها مؤهلة لده زي ما تشوفوا دلوقتي معانا، وفي بقى عشرات المدن. كل يوم اشوف المنيا، بني سويف الجديدة، المنصورة الجديدة، في حتت كتيرة. هنشوف في الشيخ زايد ونقول الحلم لازم يبقى حقيقة لكل المحافظين من دلوقتي. انت عندك في جامعات، يعني انا مثلا جامعة الزقازيق مثلا في مدينة الزقازيق والجامعة اهي، ابدأ من دلوقتي مستني ايه؟ ما ده قرار جمهوري. انت كمحافظ رئيس مجلس المدينه من دلوقتي اعمل تخطيط. ما عندكش مكان، ما بقاش فيه المكان ده مع المرور تنصر، ما بقاش فيه صف تاني ولا اول. المسارات الرئيسيه اللي رايحه للجامعه ممنوع فيها ركنه، خلاص يبقى هو على اليمين لغايه لما اعمل مسارات. هي مش محتاجه يعني امكانيات كبيره، محتاجه
ترحيب، تسهيلات. وشفت بقى ناس اعترضت وعاوزين وعاوزين، يا عم ابدا مع اي تجربه بتبدا وبعدين اشوف مشاكلها ايه ونعملها. مش ده احسن لما ابنك يجيب العجله بالتقسيط بدل ما ياخد كل يوم يقول لك انا عاوز 20 و30 جنيه المواصلات؟ ما ده احسن، وصحته بقى والسمنه وحاجات كتير. تعال نشوف الشيخ زايد واكمل معاك. حاجة حلوة هنا، شفت الممر ده، شفت بتاع الدراجات وشفت المشاة. امتى نشوف ده في كل الاحياء؟ امتى نشوف ده في المدن وفي المراكز؟ ممكن ده كان موجود زمان في غزل المحلة، موجود عند كفر الدوار، في بلبيس، في كل المصانع الكبيرة. الصورة دي هي دي اللي احنا عايزينها، هو ده النموذج الكويس اللي شفناه بره. وبنشكر الناس هنا في مدينة الشيخ زايد، لكن كل احياء مصر هو ده اللي احنا محتاجينه. والله حاجة حلوة بجد والله. والقرار طلع قرار جمهوري، يمكن الزملاء هينزلوه على الشاشة، وزارة الشباب، انها في بداية الشهر القادم ان شاء الله هتعلن باب القبول، طلبات اللي عاوز يبقى عند الراجع سواء بنت سواء ولد، دول لشباب الجامعات. وان شاء الله بقى اتمنى كل الشركات تتبنى الفكرة دي، الشركات والمصانع الكبيرة ان شاء الله. تنفيذ مشروع دراجة لكل طالب العام المقبل، ده كان يوم الاحد 11 اغسطس. ده حتى محمد سعد يا جماعة فاكرين البسكليتة متشغلوها كده عشان تحبوا الاغنية دي ولا لا؟ تعالوا معانا.